يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل السنة المطهرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت وحيا من الله، أم هي حكمة من الله وإلهام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن جبريل واسطة في ذلك؟ بلا شك أن السنة أنها من الله وحي، قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى، يوحى من الله، والغالب أنه بواسطة الملك، وقد يكون إلهاما من الله يلقيه الله في روع النبي صلى الله عليه وسلم، والحاصل أنه وحي من الله، الألفاظ من الرسول والمعنى من الله عز وجل. نعم.